إذن مشاهدينا رجعنا لكم من جديد مع ضيفنا اليوم المهندس مطلق برقوب الوكيل المساعد لشبكات التوزيع الكهربائية والحديث بكل شفافية حول هذا الملف. مساء الخير مهندس مطلق، ويسعدنا أن تكون معنا بهذه المداخلة وأيضا لتوضيح بعض النقاط للمشاهدين. بداية يعني نبي نتكلم عن التجاوزات اللي شفناها بالتقرير على محولات الكهرباء من قبل البعض. مساكم الله بالخير جميعا المستمعين، وإن شاء الله نقدم ما ينفع الجميع. حياك الله. ما وزارة الكهرباء والماء طبعا هي تقدم خدمة الكهرباء والماء على أتم وجه للجميع وسرعة الإصلاح في حال وجود أي عطل في أي أحد الخدمتين. لما نلاقي أحد المواطنين أو شركات معينة مسوي إعاقات حول محطات توزيع ثانوية أو الرئيسية، نعم، هذا يعيق وصول فرق الصيانة أو المولدات اللي تعوض الكهرباء في حال نقصها. فإحنا دائما نطلب من الإخوان يعني الابتعاد ما بين 4 متر إلى 5 متر عن هذه المحطات حتى نتمكن من الوصول لها، علما بأن تحت حول المحطات يكون في كابلات أرضية أيضا، فلا سمح الله لو حفر راح يضرب الكابل يعني يأثر على المستهلكين آخرين. طيب مهندس مطلق، يعني ما هي العقوبات وأيضا المخالفات اللي راح يتم تسجيلها يعني في حق المتعدين على تلك المحولات؟ طبعا العقوبة تكون عن طريق بلدية الكويت مشكورة، يتم تغريبهم بما تم عمله من خلال الإزالة. في عندهم برنامج أو يعني خاص بالمخالفة وتعويض للدولة في هذا الأمر. وزارة الكهرباء مخالفاتنا في حال التعدي على أملاك وزارة الكهرباء أو سرقة التيار أو سرقة الماء، عندنا قانون 48 على 2005 ينظم العمل ويعاقب المخالف بدبل الفاتورة، فاتورة الاستهلاك. فإذا كانت فاتورته 1000 دينار فراح يدفع 2000 دينار حسب ما ذكره بالقانون. طيب مهندس مطلق، يعني في الآونة الأخيرة تم التطرق إلى موضوع الحمل الزائد على الطاقة الكهربائية. يعني خلينا نتكلم مهندس مطلق عن مشاكل الصيف واللي كل سنة تواجه وزارة الكهرباء والماء، يعني ما هي إجراءات هالسنة يعني لحل هذه المشكلة؟ لا الحمد، يعني رغم وجود أزمة كورونا وما يعني تأثيرها على الدولة بشكل عام على المواطنين والمقيمين في الكويت، إلا أن الحمد لله تمكننا من توقيع عدد من العقود في الشهرين الأولين للأزمة، تكلم عن شهر 3 و4 تقريبا، وهذا أعطتنا القدرة أن نتمكن من إعادة توزيع الحمال في المناطق اللي كانت متأثرة بالصيف الماضي. فلو تلاحظ المتابع لنا أو من خلال تقارير سابقة المتابع راح يلاقي أن الأعطال في منطقة سلو أو الرميثية أو بعض المناطق أقل من العام، وهذا شيء يعني يزيدنا فخر في جهود إخواني في وزارة الكهرباء والماء. لا شك أن الحرارة شديدة، لكن معدل الأعطال مقارنة بالعام الماضي أقل الحمد لله الشكر رغم وجود. طيب مهندس مطلق، يعني موضوع أيضا تقوية الكهرباء في المناطق الزراعية وأيضا الشاليهات، يعني تقوية الكهرباء في المناطق الزراعية والشاليهات وكذلك المناطق السكنية، شلون راح يتم تقويتها؟ احنا بدينا الحمد لله شكر في سلوى، تم تمديد من اصل 18 مغذي كهربائي او كيبل 11 كيلوفولت تم تمديد 8، ولا زال العمل جاري على تمديد باقي الشبكه في منطقه سلوى. في منطقه الوفره الزراعيه او العبده الزراعيه، يعني احنا بشكل كل اسبوع نقسم الخط الهوائي الى قسمين بحيث ان الحمل يتقسم على هذا الخطين، ولكن نعاني في مزارع من الاشجار والمحميات اللي تحت الخطوط الهوائيه. فلما تشوف مجرد وجود عاصفه او هواء خفيف حتى او مطر سيده تبدا الانقطاعات في هذه المناطق والاخوان يزعلون علينا. احنا ندعو الجميع بازاله الشجر من تحت الخطوط الهوائيه عشان ما يتعرضون للانقطاعات الكهربائيه. في منطقه الشاليهات احنا طريق 285 تم تامين الطاقه بدل ما كان يحدث عندهم انقطاعات كثيره، الان لا تحدث الحمد لله الشكر، ولا زال العمل جاري في منطقة مين عبد الله وبنادر وبعد طريق 290 حتى نهاية نواصيب. بما يتعلق بالمحاجر وأيضا المستشفيات الميدانية، يعني شلون تم تزويدها بالكهرباء من قبلكم يعني مهندس مطلق؟ طبعا لله الحمد في هذه الفترة كان كل وزارة من وزارات الدولة تتسابق على هذا الأمر، ومنها وزارة الكهرباء والماء لتقدم خدمة الكهرباء والماء لهذه المحاجر. تم تشغيل عدد من المحاجر
والمخيمات المؤقتة الخاصة بوزارة الدفاع ومستشفى الأمراض السارية وبعض المنتجعات الخاصة في بعض الوزارات اللي تم تحويلها إلى محاجر، وبعض المستشفيات الميدانية في منطقة المهبولة أو الجليب. تمكنا لله الحمد من هذا التشغيل يعني بعدد أكثر من 14 موقع بطاقة، كل موقع ما بين 1 ميجا إلى 10 ميجا على حسب الحجم. مستشفى الأمراض السارية تقريبا 10 ميجاوات، وهو عدد يعني أقدر أقول لك يعتبر بقدرة نصف منطقة سكنية تم تغطيتها حق هذا المستشفى. موضوع الاعتماد مهندس مطلق يعني على الكادر الوطني خلال الأزمة يعني كان محل حديث وخصوصا في وزارة الكهرباء، كلمنا عن هذا الدور. الحمد لله شكر، العنصر الوطني بين في الأزمات، في هذه الأزمة بين معانا العنصر سواء كان شباب أو شابات، الأخوة المواطنين يعني حتى شافوهم في أي انقطاع يلاقون الشباب الكويتي يملأ هذه المحطة ويساهم في إعادتها إلى تشغيل وضع تشغيل الآمن. فالحمد لله شكر، سواء كانوا من خدمة الأونلاين اللي هم مهندساتنا ومهندسينا اللي يعملوا في إدارة الأمداد الكهربائية وإدارة مشاريع المياه، قدموا الخدمة الأونلاين من منازلهم، كان يعتمدون المخططات اللي ساعدتنا على إيصال التيار الكهربائي أو المائي إلى المنازل أو المنشآت الخاصة في الدولة. كل الشكر لضيفنا اليوم مطلق برقبة الوكيل مساعد لشبكات توزيع الكهربائية على هذا اللقاء الجميل ورحابة الصدر وأيضا تجاوبه مع استفسارات الشارع. شكرا جزيلا لك.